السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وبصحة جيدة. واليوم بحول الله جبت لكم واحد تشكيلة من الموديلات اللي خدمت في هذه الايام الاخيرة. اغلبية الجلابة المغربية بالطاز الرباطي. عندنا هذا الموديل، هذا الشكل، كيف كتشوفوا هذه الجلابة فصالة مخزنية. انا ما خدمتش الصدر الفوق ولا لا الظهر، لا خدمت هاد الجناب ديال هاد الفتيحات هنا. كيف كتشوفوا الفتحه ديال الجلابه اللي هنا في الجن بهذه الطريقه. من الجهات بجوج او تخدمهم غير بويضات صغار. هادو الكمام ديالها، بغيت نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي متابعيني. نقول لكم شكرا لكم بزاف، وشكرا للناس اللي عاد التحقوا بالقناه. شكرا لكم على تعليقاتكم، على تشجيعاتكم اللي كتوصلني واللي كتخليني نزيد نخدم ونعطي اكثر. وكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا الموديلات والرشيمات اللي حطيت لكم في هذا الفيديو، وشكرا.